السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فيديو جديد. اليوم رجعنا لكم مجددا في موضوع السفر إلى تركيا من طريقة حجز موعد في السفارة التركية حتى تأخذ الفيزا. بس في هذه المرة راح نحكي عن منطقة محددة وهي كول وليس باقي المناطق، لأنه باقي المناطق يعني ما بيختلفناش عن السنوات الماضية، وإنما حاليا في كول صار في سفارة أو ايجنسي أو وكالة يعني هي مسؤولة عن القبول، يعني قبول هاي او تنظيم المواعيد مشان الناس تسافر او تحصل على الفيزا مشان تسافر على تركيا. طيب اذا رحنا على هذا الموقع تبع القنصلية التركية هون، اذا رحت مثلا على سبيل المثال اسعد، خلينا كل التفاصيل مثل ما هي، بس بدل ما نخلي المكان اللي بدك تروح عليه هو دوسلدورف، اذا خليناه كولن يعني نقلناه لهون بيقول لنا انه روح سجل مع هذول الناس انه احنا ما عادش يعني ما عادش استقبلنا طلبات، وانما لازم تروح تسجل في هذا المكان. هم بجوز بالمستقبل يعني ينقلوا كل شيء على شو اسمه على هذا المكان. طيب خلينا نروح على المكان ونورجيكم شو لازم نسوي حتى نحصل على موعد في السفاره التركيه. طبعا قاعدين نحكي عن حجز موعد وليس يعني حصول الفيزا، يعني حجز موعد بجوز يوافقوا عليك بجوز يرفضوك، بس يعني هاي الطريقه الوحيده حتى تحصل على الفيزا حاليا. طيب خلينا نروح على الهوم بيج، عفوا شلون نروح على شو اسمه، لازم نروح على هاي فيزا، عفوا على VFT كون GmbH. يعني صراحة انا فتحت عن طريق فايرفوكس يعني كان معطيني الموقع، بس هو مش معطيني الموقع مش عارف شو السبب يعني. بس نبحث عنه على جوجل نلاقي. طيب هذا هو الموقع اول واحد. طيب هذا الموقع اللي بدنا نقدم عليه. في عندك اول ما تفوت عليه عندك ثلاث خيارات، يقول لك اول شيء المستندات الاجبارية، بعدين حجز موعد، بعدين هون اذا بدك تتبع حالة الطلب بعد ما قدمت عليه. طبعا حاليا فينا نشوف المستندات او فينا نقدمها يعني. المستندات تقريبا ما اختلفناش عن المستندات اللي بتكون مطلوبات كل مرة. اول شيء بيقول لك بدهم الرايزا باس او جواز السفر الازرق، لازم يكون في صلاحية اكثر شيء او اقل شيء يعني صلاحية 6 شهور. بعدين لازم بيقول لك فير ترانس ان فورمولار، بمعنى انه تقديم الطلب، طبعا هي المفروض نقدمه هو. بعدين فلوج ريزرفيرنج او بمعنى حجز الطيران، هوتيل ريزرفيرنج او حجز الفندقي، بعدين فينانسيلا ناخفايز او بمعنى يعني التاكيد المالي، القدره انك تروح وترجع. هم كاتبين لكم كونتو او السوق من دوكومنت دير بيلجن دير ليتس دراي موناتا، يعني كاتبين كونتو او السوق او حاله يعني الحساب تبعك لاخر 3 اشهر. او اركلينج ارباد جيبر، يعني في حال كنت عندك بتشتغل عن هذا بدهم يعني توضيح من رب العمل انك بدك تسافر وما عندوش مشكله. كمان بالاضافه الى ذلك بدك شو اسمه التامين تبع السفر. هون كمان كانوا طالبين شغله انه في حال يعني كان اللي بده يسافر هو عباره عن اب لاحد الطفلين، يعني سواء كان الزوج او الزوجه، فاذا كانت الزوجه فبدها وكاله من الاب. هون بقول لك طيب انتراج ايه بارتنر مت كندر هيراتس اور كوندا اند كوبي، يعني انه وثيقه زواج هيراتس اور كوندا اند كوبي، يعني نسخه من وثيقه الزواج. والاولاد اللي تحت 18 سنه هون بقول لك انه لازم يكون موافق يعني الاب او الوكيل المسؤول عنهم. طيب هم كمان بيقولوا في حال يعني كان الزلمه اللي بده يسافر في حال خارج كان خارج البلد، فبدهم انه صوره من الرايز باس، يعني صور اللي بتورجي الزلمه وين سافر اخر شيء. طيب هاي كان في حال الواحد بده يطلب. صراحه ما اختلفنا شيء كثير يعني ما في جد. تعال نشوفهم هون ارباتس هون فاميلي انتريفن، يعني احنا عمليا بفيدنا او بهمنا اكثر شيء هي جماعه الفاميلي انتريفن، بمعنى انه المقابله العائليه لانه بدك تروح لعند حدا يعني. يعني ما بختلف عن الشيء، بس بدك انه جواز سفر، دعوه، طبعا في حال كان عندك هناك احد يعني اهلك او اقاربك فبدك دعوه منهم. بعدين هون فرنس نخفايز او معنى التاكيد المالي، نفس الشيء كمان انه حاله الحساب لاخر 3 اشهر. بعدين كرانك انفيرزيشن، بعدين كمان نفس الشيء بالنسبه للاولاد، اذا كان حدا اذا كان يعني العائلة عندها أولاد تحت ال 18 فالمفروض يكون الأب موجود. ما كانش الأب موجود يعني كان في حالة طلاق، فالمفروض الأم تحصل على إذن كمان من الأب إنه بده يسافر مع الأولاد. طيب خلينا نروح هسه نجرب نشوف شو بدهم، يعني المشكلة إنه حكي كثير هون نضل نقرا فيه ساعتين. طيب خلينا نروح نقول لهم أين ترمين فير أربع فير أين بار. طيب أول ما فوت هم بقول لك ترمين فير تركاي فيك كولون في أي بي، يعني كانوا فيك بدهم يدفعوك مصاري. خلينا احنا مع الجماعه العاديه الناس ندفع.
طيب خلينا نختار التاريخ. حاليا احنا بتاريخ 23/2، هون بقولوا انه ريزرفيرد، بمعنى انه هون الصفر هو عدد الاشخاص، كان عدد الاشخاص المتاحين او عدد الاشخاص المحجوزين، مش متأكد صراحة، بس خلينا بس مثلا نجرب. طيب الصفر بمعنى انه ما فيش مكان، يعني لازم يكون في عدد معين. طيب خلينا نروح على الشهر اللي بعد مثلا. طيب هون مثلا كلها صفر هون. طيب لحد 31/3 يعني ما فيش. طيب ابريل، طيب يعني عند انهار الثلاثاء 5/4 بكون في اول فراغ، مش عارفه بكون في فراغ ما فيش حاجة، ولا انه في فراغ في عطلة، ولا شو. خلينا نجرب نكبس عليها، ما ضبطش. طيب 26 كمان نفس الشيء، كانوا يكونوا معطلين هاي الايام. طيب نجرب الشهر اللي بعده. طيب لحد شهر 5 حاليا ما فيش. الشهر اللي بعده مش معقول يعني يكون هالشيء، يعني صار يساعدك بس مش عم يزبط، مش معقول، هذا في غلط بجوز. خلينا نجرب افتح الصفحة عن متصفح ثاني، بجوز يكون الغلط من المتصفح نفسه، ما بعرف شو السبب، بس احيانا بكون المتصفح بيعمل لي بعض الاخطاء، ما بخلينيش اروح عنوان محدد، بس خلينا نجرب احنا مرة ثانية. طيب كبسنا نفس الشيء ما مشيش. طيب خلوني اختار ديت، يعني وصل لشهر 8 وبعده مش مخليني اختار ولا ديت. طيب خلينا نجرب ارجع مرة ثانية على الهوم. طيب هنختار هون، هنختار كورن اول شيء، بعدين نقول كريت ان ابوينتمنت. طيب كورن، طيب هاي الايام الماضية 23 ما فيش، 24 25 26 27 كمان نفس الشيء ما صار شيء، صراحة مش عارف شو العلة، يعني اتوقع العلة من الموقع نفسه، يعني مش معقول كل هيك، يعني هون مثلا ريزيرفد بمعنى محجوز، يعني حاطين صفر، يعني توقعت انه يكون الاشخاص عدد الاشخاص اللي حاجزين انه صفر، يعني انه متوفر بعد مثلا عدد اشخاص معين، او صفر انه ما ظلش عدد اشخاص معين، بس يعني لا هون برضه ولا هون برضه، يعني مثلا هذا يوم الاربعاء مثلا يكون شهر 5 ب 11/5، ما فيش عطله، مش خبر في عطله ب 11/5. طيب نفرض انه في عطله ب 11/5 مثلا 12/5 13/5، كل هذا عطله مش معقول يعني. طيب فالعله الله اعلم من الموقع يعني، او من الصفحه يعني الشركة يعني. طيب خلينا نجرب نشوف ال VIP، جزء ما بدهم ال VIP، ارجع لهم، خلينا نختار كول مرة ثانية. بدكم تنتبهوا المواعيد، صارت ال VIP الرسوم 140 يورو للشخص الواحد، يعني على سبيل المثال اذا كنت عائلة مكونة من 3 اشخاص كل شخص بيدفع 140 يورو، يعني عائلة 3 اشخاص 300 و120 420 يورو طبعا. طيب خلينا نجرب ال VIP، طبعا بجرب تجربة قبل ما بديش اسويها. طيب جمعة مثلا ما فيش حال، كمان نفس الشيء، كمان نفس الشيء. طيب صراحة أنا مش عارف شو العلة، يعني بتوقع العلة من الموقع نفسه، جزء بعدهم مش محثينه، الموقع عندهم خربان، يعني يفترض انه حاليا هاي بشهر 4، يعني مش معقول كل هيك وما فيش مواعيد، يعني هاي VIP المفروض انه اصلا VIP يعني يعطوك بعد يومين ثلاثة ان شقت حالة، مش انه اظن اي شهرين، يعني شو استفدت من لعب VIP اذا بدي اصنع 4 شهور. طيب فخلينا نوقف الفيديو، انا صراحة ما بعرف، بتوقع المشكلة من الموقع، اذا رجعت مرة ثانية وجربته وكان الموقع شغال نرجع نسوي الفيديو ونكمل مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله. طيب يعني أهم شيء إنه حكينا عن الأوراق المطلوبة هون بس.